باشمهندس مساء الخير. اسالك عن مسار القانون في الايام الجايه وامتى تحصل الانتخابات. مساء الخير سياده النائب مصطفى. الحقيقه اسمح لي في البدايه اتقدم خالص العزاء لاسر ضحايا عقار الاسكندريه. نعم. والحقيقه اللي هو احنا قلنا من فتره، من يمكن بدايه البرلمان، ان هذه الحوادث لن تكون الاخيره في الاسكندريه، واحنا متوقعين للاسف متوقعين كل اللي بيحصل ده. وعلى فكرة الحقيقة سيادة الوزير المحترم عادل بيه لبيب، اللي هو أنا بعتبره الحقيقة يعني شيخ من شيوخ العمل المحلي، أنا عصرت كمواطن يا مصطفى بيه عمارة في فترة عادل بيه لبيب. عمارة كانت 8 أدوار. صحيح. هذه العمارة تم إزالتها حتى سطح الأرض. نعم. وتاني يوم بعد الإزالة شرع القائمون على هذه العمارة في البناء مرة أخرى، وأنا الحقيقة مش عارف بيجيبوا الفلوس منين، وتأكد لي أن هذه الأموال لا يمكن أنها تكون أموال استثمار، ولكن هي مافيا وأموال يعني تعد من يعني قنوات غير مشروع. غير مشروع وغسيل أموال قولا واحدا، ويعني مسألة تحتاج إلى تجاوز قانون 119 للبناء وتجاوز كل التشريعات، وتحتاج إلى عمل أمني متميز يتمثل في التحريات إلى آخره. وعشان كده أنا يمكن في اسكندرية طالبت في مرات عديدة، وأعتقد أن ابتدى يتم تفعيل هذا الأمر، أن مهمة البحث الجنائي لابد أن هي تكون حاضرة، لأن 119 كل واحد يقول لك إيه يا ريت تسرعونا من تغيير التشريع بتاع البناء، يا ريت. الحياة التشريعات وحدها غير كافية على مواجهة مثل هذه الزوار، لأنها زوار تتخطى الإطار المنظم للبناء. وأطمنك وأطمن الإسكندرانية والمشاهدين أن الحقيقة في الفترة اللي فاتت أنشأوا حاجة اسمها وحدة التدخل السريع، والحقيقة مكونة من عدة أجهزة رقابية وسيادية مع المحافظة، مع مديرية الأمن، مع المنطقة الشمالية، وبتشتغل. ويمكن تواصلت مع قياداتها وقلت لهم حطوا معايير لأولويات العمل تكون ممثلة في الإزالات اللي تتم في المهد، تكون ممثلة في الأبراج الغير مأهولة بالسكان. نعم. خلاص احنا أمام إشكالية كبيرة جدا في البناء، ان برضو في ناس ساكنة ومقيمة ودخلها مرافق إلى آخره، فإحنا ما نقعش في مستنقع ان احنا نبدأ نعمل مجهودنا في مقاومة هذه الآفة في الناس اللي هي ساكنة، ونبدأ بالعقارات وهي كثيرة جدا وتعد بالألاف في الأسكندرية اللي هي الخالية. ومجرد ان انا هبدأ اعمل الحملة دي مع استدامتها، اعتقد ان كثير من الاشرار يعني اللي هم مصرين ان هم يشتغلوا في هذا النشاط المحرم هيبدأوا يتراجعوا خطوة لوراء. ده بالنسبة. نعم. للبناء. نعم. بالنسبة المحليات. بالنسبة قانون الإدارة المحلية. لا. طبعا هو القانون زي ما حضرتك طبعا عارف، احنا الإدارة اللجنة خلصته. صحيح. وفي انتظار ان شاء الله ان يعني يحصل نوع من انواع التوافق ما بين مؤسسات الدولة. هذا القانون قانون كبير، قانون ثقيل، 158 مادة، فيه جزء ثلثه بيتحدث عن الموازنات المستقلة، وبالتالي انت بتكلم في فلوس. في جزء تاني بيتحدث عن الصلاحيات الإدارية للمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية، وبالتالي انت بتتكلم في تدريب وكفاءات إلى آخره. وفي الجزء الأخير بيتكلم في المجالس الرقابية، الجناح الرقابي الشعبي المنتخب على المجالس التنفيذية. وبالتالي سيادتك بتتكلم كده في شق سياسي وممارسة سياسية وعمل حزبي وإلى آخره. عشان كده أطراف اللي لازم تدي الضوء الأخضر لقانون الإدارة المحلية، وأنا بقولها بشكل معلن مفيش حاجة يعني تستحق إن احنا نخبيها، الأطراف متعددة ولازم تتوافق، لازم القضاء يدي ضوء أخضر، لازم الأمن يدي ضوء أخضر، لازم الأحزاب تدي ضوء أخضر وتبقى جاهزة بمرشحين قادرين على تولي مرحلة جديدة إلى آخره. طيب القانون جاهز دلوقتي، أنا أعتقد إن من باب التدبر السياسي احنا مصر قادرة على ان هي في يعني في الدور الثالث الانعقاد، قانون الادارة المحلية وقانون ايضا التخطيط العام للدولة لابد ان هما يتم اصداره. اللائحة التنفيذية بتاعة القانون
هتاخد لها مش اقل من لو قارنتها بقوانين الاستثمار وقوانين اللي طلعناه السلطه التنفيذيه بتاخد لها بتاع حوالي من 6 شهور ل 8 شهور. يبقى بحكم الجدول الزمني الاعتيادي احنا كده بنتكلم لو انعقدت النيه والاراده بمجال الاداره تستطيع ان انت ايه تعمل انتخابات في النصف الاول من 2019. هل ممكن نعملها قبل كده؟ طبعا ما فيش حاجه بعيده عن المصريين يعني لو اخذنا القرار، لكن انا بتكلم على الجدول الزمني المعتاد. اتمنى ان هذا القانون يرى النور في الدور الثالث كما تعهدت الحكومه من قبل في اعلان السيد رئيس مجلس الوزراء. وايضا لابد ان احنا نعرف ان في مجال الاصلاح الاداري اللي احنا بقى بننشده في المحليات وغير المحليات لن يكون هذا الاصلاح من غير حزمه التشريعات المتعلقه بقانون الاداره المحليه والتخطيط العام. صحيح. فانا شايف البوادر متجهه نحو اصدار القانون وان شاء الله ان شاء الله كده باصدار تلك القوانين الحكومه ان شاء الله مش هيبقى عندها اي نوع من انواع المبرر في المضي قدما في مجهودات الاصلاح الاداري اللي انا اعتقد انها يجب ومش يجب هي هتبقى باذن الله تعالى على راس اعاده ترتيب الاولويات في الفتره الثانيه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا ليك المهندس احمد سجيني رئيس لجنه الاداره.